أعزائي طلبة المرحلة الأولى قسم علوم الحاسوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور طرفة ياسين حامد في المحاضرة الثالثة في البرمجة بلغة سي شارب. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو سي شارب داتا تايبس اند يوزر انبوت. قبل ما نتطرق إلى موضوع المحاضرة الأصلي، هناك موضوع جانبي أو فرعي أيضا مهم بالنسبة للمبرمجين، وهو الكومنتس أو التعليقات. ما هي الكومنتس وما هي التعليقات المستخدمة في البرمجة؟ الكومنتس باختصار هي تعليقات تكتب داخل البرنامج غير قابل للتنفيذ، وظيفتها أنه تفيد المبرمج وتفيد لمن يقرأ البرنامج أن يفهم ما هو هذا ماذا يقوم هذا البرنامج، أو ما وظيفة هذا المقطع البرمجي، أو ما وظيفة هذا الإعاز. يعني فقط عبارة عن تعليقات تكتب داخل البرنامج غير قابلة للتنفيذ، تسهل قراءة البرنامج وتفيد في عملية الاختبار أو التستنج. هناك نوعين من التعليقات التي تكتب في برامج السي شارب. النوع الأول نطلق عليه single line comments، والتي تبدأ بخطين مائلين بعلامة القسمة هذه، ثم بعد ذلك نكتب التعليق المطلوب. فأي تعليق يكتب بعد هذه الخطين المائلين اللي يمثلان علامة القسمة إلى نهاية السطر سوف يتم إهماله من قبل الكومبايلر أو من قبل المترجم الخاص بلغة سي شارب ولا ينفذ. مثال، مثلا نكتب this is a comment، وبعد أو قبل جمل أو جملة برمجية، مثلا هذه console.ReadLine hello world. وممكن أن تكون يمكن أن يكون التعليق في نهاية السطر. مثال، هنا كتبنا هذه جملة برمجية سيتم تنفيذها، لكن عندما جاء الكومبايلر ورأى هذين الخطين المائلين وما بعدها سيتم إهماله في التنفيذ، ولكن هذه الجمل أو هذه التعليقات تفيد فقط في قراءة وفهم البرنامج، لأنه المبرمج عندما يكتب برنامج، وخاصة إذا كان البرنامج كبير، بعد فترة عندما يأتي ويقرأ هذا البرنامج يكون قد نسي ما هي وظيفة هذا البرنامج وما هي وظيفة هذه الأجزاء أو المتغيرات الموجودة في البرنامج. لذلك يتم وضع التعليقات لكي تسهل عملية فهم البرنامج بالنسبة للمبرمج الذي كتب ذلك البرنامج، أو بالنسبة للمبرمجين الآخرين الذين سيأتون ويقرؤون ذلك البرنامج. ذلك الكلام كان بالنسبة للنوع الأول اللي هو السنجل لاين، الذي هو التعليق الذي يكتب على سطر واحد. أما إذا كان لدينا تعليق أو شرح يستغرق أكثر من سطر، ففي هذه الحالة نستخدم الصيغة التالية: علامة القسمة، هذا الخط المائل، ثم الستار اللي هي علامة الضرب، ثم نكتب التعليق. قد يكون سطر واحد، سطرين، أكثر من سطر، 10 أسطر. ثم بعد ذلك في نهاية التعليق فقط نقفل التعليق باستخدام علامة الستار ثم علامة القسمة، أي بعكس البداية. نحن بدأنا باستخدام علامة القسمة ثم الستار، بعد ذلك التعليق، في نهاية التعليق نقفل التعليق باستخدام الستار ثم علامة القسمة. وهذا التعليق يفيد، أو هذا النوع من التعليق يفيد إذا كان الشرح المراد كتابته يستغرق أكثر من سطر، فهذا يسمى multi line comments. نعم، نأتي الآن إلى موضوع المحاضرة الرئيسي، وهو سي شارب variables، وهو المتغيرات. نسمع كثيرا بكلمة المتغيرات. ما هي المتغيرات؟ المتغيرات باختصار هي عبارة عن containers تخزن قيم بيانات. هي عبارة عن containers أو حاويات تخزن قيم البيانات، أو بصيغة أخرى هي عبارة عن memory location، هي عبارة عن مواقع في الذاكرة تستخدم لخزن قيم. ف
في لغة سي شارب هناك أنواع مختلفة كثيرة من المتغيرات، ويمكن تعريفها باستخدام كلمات مفتاحية مختلفة. طبعاً كلمة متغير قبل ما أتطرق إلى الأنواع، لماذا سمى بالفاريبل أو متغير؟ لأنه يمكن تغيير قيمته داخل البرنامج أكثر من مرة. نعم، فنأتي إلى مثلاً النوع الأول اللي هو int أو الانتجر. هذا يستخدم لخزن القيم الصحيحة أو الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة، مثلاً العدد 123، العدد سالب 123 إلى آخره. فإذا int يستخدم لتعريف متغيرات من نوع الأعداد الصحيحة التي ليس لها كسور. النوع الآخر اللي هو double، يكتب هكذا double D-O-U-B-L-E بالسمول، ويستخدم لتعريف الأعداد التي فيها فاصلة عشرية، أي الأعداد الكسرية، مثلا 19-99 أو ناقص 19-99، فيستخدم لتعريف الأعداد الكسرية اللي فيها decimals. النوع الآخر هو character، يختصر ب char C-H-A-R بالسمول، ويستخدم لخزن متغيرات، يستخدم لمتغيرات التي تخزن حرف واحد فقط، مثلا small a capital b capital c small z إلى آخره. ويجب أن تحاط قيم المتغيرات هذه بعلامة الاقتباس المفرد، هذه single quotation single quotes، هذه يجب أن يحاط قيمة الفاريبل بعلامة الاقتباس المفردة أو single quote. النوع الآخر وهو string، ويستخدم لكتابة النصوص. والنص قد يكون كلمة، قد يكون جملة، قد يكون أكثر من جملة، ويحوي على الفراغات أيضا. العلامة المميزة للسترينج هي العلامات الاقتباس المزدوجة، أي يجب أن تحصر قيمة السترينج داخل علامة اقتباس مزدوجة أو الدبل كوتيشن، هذه وهذه. النوع الآخر، طبعا نحن هنا سنتطرق إلى الأنواع الشائعة. النوع الآخر اللي هو البوليان، ويختصر بكلمة B-O-O-L بول، ويخزن أحد قيمتين، يا إما true يا إما false، أي يستخدم لخزن القيم المنطقية true أو false. نأتي إلى عملية تعريف المتغيرات أو creating أو declaring variables. كيف نعرف المتغيرات في لغة سي شارب؟ يجب في عملية التعريف يجب أن نحدد نوع المتغير أولا الذي سيتم تعريفه. مثال أو القاعدة اللغوية هي type النوع، ثم variable name اللي هو اسم المتغير، ثم علامة مساواة، ثم القيمة، طبعا في نهاية السطر فارزة منقوطة. إذن القاعدة اللغوية هي type أي النوع، نوع المتغير قد يكون integer قد يكون string أو أحد الأنواع التي تطرقنا لها في السلايد السابق. ثم بعد ذلك variable name اللي هو اسم المتغير، قد يكون x قد يكون y قد يكون z قد يكون j قد يكون name إلى آخره. ثم بعد ذلك علامة المساواة هذه لكي نعطي له قيمة، ونعطي له القيمة على الجهة اليمنى من علامة المساواة ثم الفارزة المنقوطة. فمثلا لتعريف متغير، وإعطاء هذا المتغير سيخزن قيمة نصية text، نقوم بتعريف متغير من نوع string ونعطيه مثلا القيمة John. فالقاعدة اللغوية كما قلنا السينتاكس هو type أولا النوع، النوع ما هو النوع سيكون string، ثم بعد ذلك variable name اسم المتغير أسميناه name، ثم علامة المساواة، ثم القيمة المعطاة لهذا المتغير name. القيمة هي John أو الاسم John، بما أنه المتغير هو من نوع string فيجب وضع القيمة داخل علامات اقتباس مزدوجة. ثم بعد ذلك من الممكن
تنفيذ من الممكن عفوا طباعة هذا الاسم أو هذا المتغير name باستخدام console.WriteLine. كذلك الحال بالنسبة للمتغيرات التي تحمل أو تحوي على أرقام أو متغيرات رقمية خلينا نقول مثلا المطلوب تعريف متغير اسمه myNum من نوع integer ونعطيه القيمة 15. ففي هذه الحالة نتبع نفس السينتاكس اللي هو int type أولا integer ثم اسم المتغير myNum كما هو مطلوب هنا ثم يساوي ثم القيمة المطلوبة إعطاؤها 15. من ممكن بعد ذلك طباعة هذا المتغير باستخدام console.WriteLine. ملاحظة وهي من الممكن تعريف متغير بدون إعطائه قيمة مباشرة في لحظة التعريف وممكن إعطاء القيمة لهذا المتغير لاحقا. مثال integer my number اللي هو هذا المثال السابق لم نعطيه القيمة في لحظة التعريف لكن بعد ذلك من الممكن أن نعطيه القيمة الفاليو باستخدام علامة المساواة نقول my number يساوي القيمة المطلوبة. مثلا في هذا المثال أعطيناه القيمة 15 وممكن بعد ذلك طباعة قيمة ذلك المتغير باستخدام console.WriteLine. نعم كما قلنا المتغيرات سميت بمتغيرات أو variables لأنه يمكن تغيير قيمها داخل البرنامج. فإذا تم تعاملنا مع المثال السابق integer my number equal 15 ثم بعد ذلك داخل البرنامج تم إعطاء قيمة جديدة له 20 في هذه الحالة ستصبح قيمته الجديدة 20 وستمسح القيمة القديمة. أي في هذا المثال لو قمنا بطباعة my num الآن بعد هذا الإحلال الحسابي فسيطبع لنا القيمة الأخيرة التي هي 20. فإذا عند إعطاء قيم جديدة تحديث للمتغيرات ستمسح القيم السابقة الموجودة في المتغيرات. نأتي الآن إلى موضوع مشابه للمتغيرات أو هو في الحقيقة معاكس للمتغيرات وهو الثوابت أو ما نطلق عليها تسمية constant أو constants. الكيورد المسمات const هذه تسمى لتعريف ثابت في البرنامج. هذا الثابت لا يمكن تغيير قيمته داخل البرنامج أي يصبح unchangeable أي يصبح read only فقط للقراءة لا يمكن تغيير قيمته داخل البرنامج. مثال كما كان في تعريف المتغيرات كنا نستخدم type ثم اسم المتغير ثم equal ثم الفاليو الآن نفس هذه الصيغة فقط نسبقها بكلمة const بالsmall. في هذه الحالة قمنا بتعريف constant أو ثابت. هذا الثابت لا يمكن تغيير قيمته في البرنامج لاحقا لذلك إذا قلنا هنا my num equals 20 إذا قلنا هنا my number يساوي 20 ففي هذه الحالة سيحدث خطأ في البرنامج لأنه الماي نم هو ثابت وليس متغير أي لا يمكن تغيير قيمته في البرنامج. فهذه ما فائدة الكونست هذه وما فائدة الثوابت. بعض الأحيان نحتاج إلى تعريف قيم ثابتة في البرنامج بحيث لا يمكن تغييرها لا من قبل المبرمج ولا من قبل أشخاص آخرين. في هذه الحالة سنحافظ على قيمة هذا المتغير من العبث فنعرفه على شكل const أو ثابت. نعم فمثلا هناك القيمة المعروفة بالرياضيات وهي قيمة الباي اللي هي 3.14 أو النسبة الثابتة. هذه قيمة الباي هي دائما ثابتة فمن ممكن تعريفها في بداية البرنامج إذا كان هناك برنامج حسابي يحتاج إلى استخدام قيمة باي فنعرف الباي على أنها constant في بداية البرنامج بحيث لا يمكن تغييرها
داخل البرنامج، وفي هذه الحالة يمكن استخدامها على طول البرنامج بدون أي مشاكل. ملاحظة وهي يجب إعطاء القيمة للكونستانت أو للثابت لحظة التعريف. قلنا في حالة المتغيرات، في حالة المتغيرات كما رأينا هنا، من الممكن انتجر مثلا my number يساوي 15 أو integer my number، وبعدين في أي بعد ذلك يمكن إعطاء القيمة لاحقا للمتغير. أما في حالة الكونستانت يجب إعطاء القيمة مباشرة في التعريف، يجب إعطاء القيمة مباشرة في التعريف. هذا كان ما يخص الكونستانتس أو الثوابت. الآن نأتي إلى عملية عرض قيم المتغيرات display variables. كيف نعرض قيم المتغيرات؟ غالبا سنستخدم جملة write line لطباعة قيم المتغيرات لتكون هي تابعة للكونسول. مع العلم أنه يمكن دمج قيمة المتغير مع قيمة نصية أو جملة باستخدام علامة الزائد، باستخدام علامة الزائد كما في المثال. مثلا عرفنا متغير من نوع string اسمه name وأعطيناه القيمة John. من ممكن أنه console.WriteLine حتى نطبع قيمة المتغير، لكن قبلها نطبع كلمة hello حتى في التنفيذ يطبع hello John، hello مثلا محمد إلى آخره. ففي هذه الحالة لو كان المطلوب أنه ندمج string معينة مع string أو قيمة متغير مع قيمة نصية، نستخدم للربط بينهما باستخدام علامة الجمع هذه أو الزائد. كما يمكن استخدام علامة الجمع لدمج أكثر من متغير من نوع string. مثلاً قمنا بتعريف متغير من نوع string أسميناه first name وأعطيناه القيمة John، وعرفنا متغير ثاني أيضا من نوع string أسميناه last name وأعطيناه القيمة Do. ثم بعد ذلك قمنا بتعريف متغير آخر من نوع string أسميناه full name وأعطيناه القيمة first name زائدا last name. في هذه الحالة سيقوم بدمج كل من الفيرست نيم واللاست نيم بالتسلسل، أي أولا سيأتي الفيرست نيم جون وفراغ، ثم اللاست نيم اللي هو دو. أي إذا بعد ذلك طبعنا الفول نيم اللي هو المتغير الأخير هذا سترينج، سيطبع لي جون دو. نعم، بالنسبة لقيم المتغيرات الرقمية، في هذه في حالة استخدام علامة الجمع مع المتغيرات ستقوم بعملية جمع القيم، ليس كما هو الحال في السترينج. في حالة استخدام علامة الجمع مع السترينج ستقوم بعملية دمج السترينجز أو دمج السلاسل الحرفية. أما في حالة استخدام علامة الجمع مع المتغيرات الرقمية ستقوم بجمع قيم المتغيرات وتعطيني ناتج الجمع، تعطيني ناتج الجمع. أي لو هنا استخدمنا مثلا عرفنا متغير من نوع integer اسميناه x وعطيناها القيمة 5، وعرفنا متغير اسميناه y وعطيناها القيمة 6 واثنين من نوع integer، ثم استدعينا داخل ال write line x plus y، في هذه الحالة سيطبع الناتج ناتج الجمع اللي هو 11. نعم، كما يمكن تعريف أكثر من متغير في جملة تعريف واحدة، في هذه الحالة يجب الفصل بينهم بين المتغيرات باستخدام الفارزة الاعتيادية. مثلا سنعرف ثلاث متغيرات X, Y و Z، وكل واحد له قيمة مختلفة. من الممكن نقول integer X يساوي 5 فارزة، Y يساوي 6 فارزة، Z يساوي 50. في هذه الحالة
سيتم تعريف ثلاث متغيرات بجملة تعريف واحدة مع إعطاء كل واحد قيمة مختلفة. الآن نأتي إلى C-Sharp Identifiers وهي المعرفات الموجودة في داخل البرنامج وهي المقصود بها الثوابت والمتغيرات. الثوابت والمتغيرات يجب الـ Variables أو الثوابت والمتغيرات يجب أن يكون لها اسم Unique Name أي اسم لا يتكرر داخل البرنامج. اسم أحادي لا يتكرر داخل البرنامج أو هذه الأسماء نطلق عليها أو الـ Unique Names نطلق عليها تسمية Identifiers. الـ Identifiers طبعاً من ممكن تكون أسماء قصيرة مثل X, Y, I, J, Z إلى آخره وممكن أن تكون أسماء تعبيرية لها معاني مثلاً Age, Sum, Total Volume, Average إلى آخره. لكن الذي ينصح به هو استخدام أسماء تعبيرية أي تعبر عن ما هي قيمة ذلك المتغير لأنه هذا يسهل عملية الفهم وعملية إدامة البرنامج. مثلا minutes per hour هو متغير من نوع integer أسميناه minutes per hour وعطيناها القيمة 60. عندما يأتي الشخص ويقرأ قيمة هذا يقرأ اسم هذا المتغير مباشرة سيفهم ما هو المطلوب أو ما هو معنى هذا المتغير هو عدد الدقائق في الساعة. أما لو تم استخدام الطريقة الشورت اللي هي مثلا integer m يساوي 60 في هذه الحالة سنعرف أنه هو متغير اسمه M وقيمته 60 لكن لا سوف لن نعرف ما هي وظيفة ذلك المتغير يعني ما سوف لن نفهم ما هو المقصود بالM في البرنامج. في حالة تسمية المتغيرات بما أنه تسمية المتغيرات والIdentifiers يعني بصورة عامة سواء ثوابت أو متغيرات ستتم من قبل المبرمج يجب أن تتبع مجموعة من القوانين لتسمية المتغيرات. يجب أن المبرمج يتبع مجموعة من القوانين لتسمية هذه المتغيرات. أولاً names can contain letters, digits and underscore character يعني أسماء الIdentifiers ممكن أن تحوي على حروف وأرقام والشارحة السفلية فقط. يجب أن تبدأ بحرف names must begin with a letter. ممكن تحوي على lower case و upper case لكن لا يمكن أن تحوي على فراغ. أي ممكن أن تحوي على small أو capital لكن لا يمكن أن تحوي على فراغ. أي اسم المتغير لا يمكن أن يحوي على فراغ. ممكن نعم كما قلنا في المختبر بأنه الماي فار أو اللغة سي شارب بالحقيقة هي لغة حساسة من ناحية الكابيتال والسمول تسمى كيس سنسيتيف. أي لو عرفنا متغير اسميناه ماي فار والفي كانت كابيتال ثم بعد ذلك عرفنا متغير آخر اسميناه ماي فار وكل الأحرف سمول السي شارب سيعتبرهم متغيرين مختلفين أي يعني لا يمكن استخدام الماي فار السمول على أنه هو الماي فار الكابيتال في هذه الحالة سيكون متغيرين مستقلين. لا يمكن استخدام الكلمات المحجوزة والكلمات المفتاحية الموجودة في لغة سي شارب لأسماء المتغيرات أي لا يمكن أن نسمي متغير int أو نسمي متغير double أو نسمي متغير string لأنه هذه الكلمات هي محجوزة للغة C sharp لا يمكن استخدامها كأسماء identifiers. فسنأخذ مثلا هنا integer my num يساوي 5 فهذا تعريف متغير من نوع integer. مثلا
عرفنا متغير من نوع دبل my double num equal 5.99. هذا التعريف متغير من نوع floating point أو متغير من نوع character مثلا اسمه my letter أو متغير من نوع boolean اسميناه my bool وأعطيناه القيمة true أو متغير من نوع string اسميناه my text وأعطيناه القيمة hello. عملية التعريف كما قلنا تتضمن نوع البيانات. نوع البيانات يشير إلى حجم ذلك المتغير في الذاكرة، أي نحن نعلم بأنه الانتجر حجمه في الذاكرة يختلف عن البولين، أي يختلف عن string كما سنلاحظ في الجدول في السلايدات القادمة. فيجب على المبرمج أن يختار نوعية البيانات المناسبة، نوعية المتغيرات المناسبة لتجنب الأخطاء لتجنب الأخطاء ولكي يكون البرنامج أكثر دقة، وكذلك يختزل أو يختصر بالوقت وبالذاكرة، وأيضا سيساهم في جعل البرنامج أكثر قراءة، يعني مقروء بشكل أسهل وممكن صيانته بشكل أسهل. أنواع البيانات الشائعة المستخدمة في لغة C Sharp عندنا الانتجر النوع الأول int ويكتب بالسمول هكذا، يأخذ الحجم بالذاكرة 4 بايت ويستخدم لخزن الأعداد الصحيحة من ناقص مليارين و 147 مليون إلى موجب مليارين و 147 مليون. النوع الآخر long اللي هو ضعف الانتجر ويكتب بالسمول long ويحجز في الذاكرة 8 بايت ويخزن يمكن استخدامه لخزن من هذا الرقم بالسالب إلى هذا الرقم بالموجب، رقم كبير جدا. هاي بالنسبة للأنواع الصحيحة والانتجر. بالنسبة للأرقام الكسرية، النوع الأول هو الفلوت 4 بايت ويستخدم لخزن الأرقام التي بها فاصلة عشرية من 6 إلى 7 مراتب فاصلة عشرية. كذلك الحال بالنسبة للدبل، هو أيضا يستخدم لخزن المتغيرات أو الأرقام التي بها فاصلة عشرية لكن حجمه أكبر أو ضعف الفلوت 8 بايت، وممكن استخدام 15 مرتبة بعد الفارزة. النوع الآخر اللي هو بوليان B-O-O-L ويأخذ في الذاكرة 1 بت، وهذا يستخدم لخزن true أو false في الذاكرة فقط، أي 1-0. النوع الآخر اللي هو character ويحجز في الذاكرة 2 bytes لكل متغير، وممكن استخدامه كما قلنا لخزن متغيرات من نوع كاركتر أي حرف مفرد فقط، ويجب أن تحصر القيمة داخل علامة اقتباس مفردة. النوع الأخير، طبعا هذه الأنواع الشائعة، يعني هناك أنواع أخرى، هاي الأنواع الأكثر شيوعا. السترينج سيأخذ 2 بايتس لكل كاركتر، هذا يستخدم لخزن الجمل والأسماء والنصوص. نأتي إلى التعامل مع الأرقام. أنواع البيانات الرقمية في لغة C Sharp تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين، المجموعة الأولى هي مجموعة الانتجر تايبس والمجموعة الثانية هي مجموعة الفلوتينج بوينت تايبس. المجموعة الأولى اللي هي الانتجر تايبس تضم الأعداد الصحيحة البوزيتيف والنيجاتيف، مثلا موجب 123 سالب 456 إلى آخره من الأرقام الصحيحة الموجبة والسالبة بدون كسور عشرية. في هذه المجموعة هناك نوعين فقط، هما int ولونج. int هو الانتجر واللونج هو أيضا الانتجر لكن يأخذ ضعف استيعاب الانتجر. فالمبرمج يجب أن يعلم أيهما يستخدم حسب البرنامج
وحسب المسألة. المجموعة الثانية من الأرقام أو المتغيرات الرقمية هي floating point types كما قلنا، وهي تستخدم مع الأرقام التي تحوي على فارزة عشرية أو الأرقام الكسرية، وهناك نوعين فقط هنا هما الفلوت والدبل، الفلوت والدبل. وأيضا يستخدمون للأرقام الموجبة والسالبة لكن مع فاصلة العشرية. نأتي الآن إلى هذه الأنواع بالتسلسل. النوع الأول كما قلنا الانت أو الانتجر، هذا يستخدم لخزن البيانات الرقمية الصحيحة من سالب مليارين ومئة وسبعة وأربعين مليون وكسر إلى مليون مليارين بالموجب ومئة وسبعة وأربعين مليون وكسر. في بصورة عامة الانتجر هو أكثر الأنواع الرقمية اللي سنستخدمها في هذا الكورس بالنسبة للنيوميريك فاليوز، لأنه هو الأكثر شيوعاً بالحقيقة. مثلا نقوم بتعريف متغير من نوع انتجر أسميناه ماينم وأعطيناه القيمة 100,000، من الممكن بعد ذلك استخدامه يا إما في الطباعة يا إما في عمليات حسابية أخرى. النوع الآخر من الأرقام من المتغيرات الصحيحة اللي هو اللونج، اللي كما قلنا هو يأخذ كاستيعاب ضعف ما يأخذه الانتجر، ويأخذ هذا الرقم الضخم بالسالب إلى هذا الرقم الضخم بالموجب. غالبا نحن إذا كان الرقم كبير جدا أو صغير جدا ما فوق استيعاب الانتجر الاعتيادي سنستخدم اللونج، وفي هذه الحالة يجب أن نستخدم الحرف capital L في نهاية الفاليو. يعني مثلا عرفنا متغير اسميناه ماينم من نوع اللونج وأعطيناه هذه القيمة 15 مليار، يجب أن يكون في نهاية القيمة الحرف capital L قبل الفارزة المنقوطة. نعم، المجموعة الثانية من مجموعة المتغيرات الرقمية هي مجموعة floating point types، وهي مجموعة المتغيرات التي تتعامل بالفاصلة العشرية أو الكسور. هنا عندنا نوعين رئيسيين هما الفلوت، وهذا يستخدم لخزن الأرقام العشرية من 3.4 في 10 للأس ناقص 38 إلى 3.4 في 10 للأس 38، وكذلك هنا يجب أن نستخدم الحرف capital F مع القيم. مثال عرفنا متغير من نوع float اسميناه myNum أعطيناه القيمة 5.75، لكن يجب استخدام الحرف capital F مع الفاليو أو في نهاية الفاليو. النوع الآخر اللي هو الدبل، اللي هو أيضا تابع لمجموعة الفلوتينج بوينت تايبس، هو يأخذ أرقام كبيرة جدا من 1.7 للأس سالب 308 إلى 1.7 للأس في 10 للأس 308، والفاليو يكون في نهايتها الحرف دي، لكن اوبشنال يعني اختياري، ممكن كتابته وممكن لا. مثال عرفنا متغير من نوع دبل اسميناه ماينم واعطيناه القيمه 19.99 ووضعنا الحرف كابيتال دي في النهايه، لكن يمكن حذف الحرف كابيتال دي هنا. الآن أنهينا مجموعة المتغيرات الرقمية، وسنأتي إلى تكملة بقية أنواع البيانات. نأتي إلى نوع البيانات المنطقية واللي هي البوليانز، والبوليان كما قلنا يستخدم لتعريف متغيرات تأخذ قيمة واحدة فقط، يا إما ترو يا إما فولس، ويأخذ واحد بت في الذاكرة كما قلنا في الجدول. وهذه المتغيرات غالبا تستخدم في الكونديشنال تيستينج، في الفحوصات المنطقية عندما يكون لدينا ناتج ترو او فولس، مثلا في البحث عن شيء معين او في البحث في خوارزمية معينة تبحث عن قيمة معينة، اذا تم ايجاد هذه القيمة او تم الوصول الى هذه القيمة
مثلا نقوم بتغيير قيمة متغير من false إلى true مثلا. مثال عن كيفية التعريف بول، ومثلا متغير اسمه is c sharp fun أعطيناه true، ومثلا متغير آخر من نوع بولين is fishy tasty أعطيناه القيمة false. فقمنا بطباعة مثلا المتغير الأول اللي هو is c sharp fun، فسيطبع الكلمة true أو القيمة true. وطبعاً المتغير الثاني اللي هو is fish tasty سيطبع لنا قيمته اللي هي كانت false هنا. نلاحظ أنه عند التعامل مع المتغيرات اللي من نوع بوليان، القيم التي ستعطى قلنا يجب أن تكون إما true أو false، تكتب بالسمول حصراً، تكتب بالسمول حصراً. النوع الآخر من البيانات وهو characters. الكاركترز هو نوع البيانات الحرفية المفردة، أي تستخدم لخزن متغير من نوع كاركتر حرفي لكن حرف واحد فقط. مثلا نستخدمه لخزن بيانات عن شعبة للطالب معين، مثلا الشعبة تتكون من حرف واحد، إما شعبة A، شعبة B، شعبة C، شعبة D، فهذه تكون حرف واحد فقط. ليس هناك داعي أن نعرف متغير يأخذ أكثر من حرف واحد، لأنه مثلا الشعبة هنا أو الكلاس يكون حرف واحد فقط. وكما قلنا بأنه يجب أن توضع القيمة داخل علامة اقتباس مفردة كما في هذا المثال. مثلا عرفنا متغير أسميناه Y grade من نوع كاركتر، أعطيناه القيمة B capital، ممكن طباعتها فيما بعد. البيانات الحرفية من الممكن أيضا أن تكون متعددة الحروف، أكثر من حرف واحد، قد تأخذ جملة أو سطر أو أكثر من سطر. في هذه الحالة نستخدم نوع السترينج أو السلسلة الحرفية. في هذه الحالة من الممكن أن نعطي قيمة للسترينج، لكن هذه القيمة يجب أن تكون داخل علامات اقتباس مزدوجة. هذه مثال، مثلا اعرف متغير من نوع string تكتب بالسمول هكذا، ومتغير مثلا اسميناه greeting واعطيناه القيمه hello world. من ممكن طباعه قيمه هذا المتغير فيما بعد. نعم، ناتي الان الى الجزء الثاني من المحاضره، من محاضره اليوم، هي C sharp user input، وهي كيفيه التعامل مع الادخالات من اليوزر. كيف يقوم اليوزر بإدخال القيم والبيانات من لوحة المفاتيح إلى الحاسبة باستخدام لغة C sharp؟ فكما تعلمنا في المحاضرة السابقة لعملية الطباعة، من الممكن أن نستخدم جملة console.WriteLine اللي تستخدم لطباعة القيم على الشاشة. اليوم سنتعلم كيفية استخدام جملة console.readline لاستقبال الانبوت من اليوزر، من المستخدم. في المثال التالي، من الممكن أن المستخدم يقوم بإدخال اليوزر نيم الخاص به، ويخزن هذا المتغير أو يخزن هذا اليوزر نيم في متغير اسمه يوزر نيم، ثم بعد ذلك من الممكن طباعة قيمة ذلك المتغير. مثال console.WriteLine، نعطي رسالة للمستخدم ادخل اليوزر نيم. فاليوزر نيم، فالحاسبة ستقوم بالانتظار لكي يقوم المستخدم بإدخال اليوزر نيم. فكيف نستخدم هذه الجملة؟ نستخدمها على جهة اليمين من علامة المساواة console.ReadLine هكذا، وقوسين يفتح ويسد ويفتح ويغلق ثم فارزة منقوطة، وعلى جهة اليسار من علامة المساواة نضع متغير من نوع string وأسميناه حسب ما هو مطلوب username. ثم بعد ذلك من الممكن أن نطبع العبارة التالية، نقول username is، وبعد ذلك username الذي قام بإدخاله المستخدم. مثلاً اليوزر نيم اللي تم إدخاله من قبل المستخدم هو علي،
فراح يكون هنا username is علي. هذا كان إذا كان الانبوت من المستخدم سلسلة حرفية. أما إذا كان اليوزر أما إذا كان الإدخال من المستخدم كان قيم رقمية. هنا ملاحظة مهمة جدا وهي أنه جملة console.readline دائما ترجع string ولا ترجع قيمة صحيحة أو قيمة رقمية. فيجب أن نقوم بعملية معالجة على الإدخال لكي نحوله إلى القيمة الرقمية المطلوبة. لأنه console.readline ترجع سلسلة حرفية. ففي هذه الحالة لو استخدمنا المثال التالي قلنا enter your age مثلا ادخل العمر الخاص بك واستخدمنا console.readline وأعطينا الناتج إلى متغير من نوع integer على جهة اليسار من علامة المساواة مثلا متغير اسميناه age في هذه الحالة سيظهر لدينا خطأ في هذه الجملة لماذا؟ لأن جملة readline تعطي string ولا تعطي integer ففي هذه الحالة سيظهر لدينا الخطأ التالي cannot implicitly convert type string to integer فستظهر لنا رسالة الخطأ هذه لمعالجة هذه المشكلة البسيطة نستخدم هناك دالة جاهزة موجودة في لغة C sharp اسمها convert.to convert.to والconvert هذه تستخدم للتحويل بين الأنواع يعني في هذه الحالة نستدعي دالة convert.toInt 32 إذا كان المتغير المطلوب التحويل إليه هو متغير من نوع integer 32 بت ونعطي في داخل الأقواس لهذه الدالة console.readline أي في هذه الحالة console.readline ستقوم بإرجاع لنا متغير من نوع string ستستلمها هذه الدالة اللي هي convert to integer 32 وتقوم بتحويلها إلى integer لكي يستقبلها المتغير age ففي هذه الحالة قضينا على الخطأ الذي سيصدره استخدام readline مع الانتجر لأن readline كما قلنا ترجع string فلتجاوز هذه المشكلة console.readline هذه نعطيها لدالة أخرى اسمها convert2.2integer32 لكي تقوم بالتحويل من string الذي تعطيه دالة readline إلى integer وستوضع القيمة في المتغير age بعد ذلك من الممكن طباعة المتغير age بسهولة مع ملاحظة أنه هناك بعض الأحيان سيظهر لدينا أخطاء إذا تم مثلاً إدخال string بدل integer أو integer بدل string فسيظهر لنا خطأ مثلا هنا system.format exception input string was not in a correct format يعني إذا كان الرقم المدخل يحوي على حروف مثلا خطأ أدخل الشخص 5DRFE 6-7 كذا فهذه الحالة في هذه الحالة دالة الـ to integer convert.to integer 32 ستقوم بإصدار خطأ هذا الخطأ هو input string was not in a correct format هذا كان كل ما يخص محاضرتنا لهذا اليوم شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم